Δείχνει τι θεούρε. Όχι έτσι θα. Έτσι μου ρίχνει. Μη σε ζητή τη χάμω, μα. Έλα, αλλά έχουμε χαμπρασούλα. حدث صار في الستينات يهم تونس. عيد الجلاء. شنو رمزيته عيد الجلاء؟ شنو التاريخ هذاك شنو صار فيه؟ ما جلاء آخر جندي من تونس خرجوه. وقتاش صار بالضبط؟ قريب 63. 15 أكتوبر ما يفكر في حد شيء؟ لا. حتى حاجة زيد تخمم شوية ترى. مش اكتوبر لا عيد الجلاء ما نشدش التواريخ يعني شنو الرمزية بتاع عيد الجلاء شنو معناه التاريخ بتاع 15 اكتوبر شنو صار فيه ما عنديش في مخي جملة تواريخ ما نعرفش اي ما نعرفش رمزية بتاع عيد الجلاء غدوة جور فري شنو المناسبة عيد الجلاء شنو رمزية الحدث هذا هي رمزية كبيرة برشا بالنسبة للتواصل رمزية كبيرة سي نورمال اللي خرجنا آخر ساعة من البلاد هذوما حاجة هذيا نفرحوا لها برشا لازم احنا ما عادش نهتم ما يعرفوش مالوريزمون الشباب هذايا جديد ما يقول لك شنو عيد الجلاء يقول سمعت عيد الجلاء قام ما في حد شيء برلا وجا لي شنو عيد الجلاء صغار خاطر ما قريناهمش ما فهمهمش في المعاهد في السكاين نورمال معناتها يعني تو لحم شوك قريب يشبكي مالوريزمون كي بلادنا هذول الشقاقات الرئيسية اسمها كذا والحساب في هذا يوم نفرقوا قادي ما ذكر اللي اسمه الجلاء نتاع المزرت شنو هو الرمزية نتاع عيد الجلاء شنو صار فيه؟ عيد الجلاء خرجنا اخر جندي فرنساوي من القاعدة نتاع بنزرت مش المولد النبوي غدوة ولا مدة هذه نورمال ما 15 اكتوبر شنو صار؟ لا ما نعرف برجلي ما مش على بالي شيء عند الجلاء مش بلي احتفل بقيس باهي شنو هو رمزية عيد الجلاء؟ ما عنديش فكرة شنو هو رمزية عيد الجلاء؟ خروج آخر جندي من تونس في بنزرت باهي في أما عام صار هذا؟ 67 64 في حاجة من أبوكم أعطيني تاريخ بالضبط بين 62 و 65 63 عيد الجلاء شنو هو الرمزيه نتاع عيد الجلاء شنو اللي صار في الوقت هذاك اخر جندي فرنساوي خرج من تونس عن طريق بنزرت فوالا دونك في ام عام يظهر لي عاد 1956 بعد شويه ونقولوا 58 ليه؟ نعرف شمال